واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة شركة كابولازيس اليونانية للكهرباء، حيث تم استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان. وخلال استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أكد الرئيس السيسي أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر. وثمن رئيس السيسي قرار البرلمان العربي التركيز خلال الدورة الحالية على ملف الأمن الغذائي لما يمثله من أهمية بالغة في ظل أزمة الغذاء العالمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والسيد تشاف تشارامبرا رئيس برلمان عموم افريقيا، ومن الجانب المصري الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. السيد الرئيس رحب في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا دعم مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية. كما ثمن السيد الرئيس قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي الذي تتعاظم أهميته في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يمر بها العالم. وفي ذلك الإطار أكد السيد الرئيس أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومؤكدا أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر. سمح الله رحب بكم، أهلا وسهلا، وسعيد بوجودكم في بلدكم التاري مصر، ودايما يعني بيسعدني ويشرفني ان انا التقي واتحدث معكم واسمع منكم. وباكد يمكن في بدايه كلامي على ان الدور الكبير قوي اللي بتقوم بالبرلمانات العربيه كضمير لشعوبها، يعني كل برلمان بيعكس هو ضمير لشعبه، وسواء على التشريعات اللي بيطلعها ولا على متابعه السلطه التنفيذيه او حتى من خلال التواجد الهام في البرلمان العربي بالشكل دوت للتواصل وتبادل الخبرات. ده امر الحقيقه اكتر من رائع، وكل ما هيزيد هذا التواصل ويزيد تبادل الخبرات زي ما بقول كده، كل ده ما هيكون لمصلحه شعوبنا يعني. لكن خليني ارجع تاني مره تانية واقول ان انا سعيد بلقائكم، واكد لكم ان احنا مستعدين دائما لدعم كل الجهود اللي بتعملوها وكل المبادرات اللي انتم بتشتغلوا عليها، لان احنا بنؤمن جدا بدوركم. من جانبهم اكد السادة الحضور حرص مؤتمر البرلمان العربي على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية. كما ثمنوا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها في الدفاع عن الامن القومي العربي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتروس كوبيلوزيس رئيس مجموعة شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة اليونانية. اللقاء تناول استعراض فرص التعاون مع الشركة اليونانية لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها الى اوروبا عبر اليونان من خلال الربط الكهربائي بين البلدين، تعظيما للاستفادة من البنية الاساسية الحديثة التي اسستها وطورتها مصر في مجال الكهرباء خلال الاعوام القليلة الماضية، فضلا عن المقومات الطبيعية التي تتمتع بها من مصادر طاقة الرياح والشمس. وقد تم في هذا الإطار التوافق على مواصلة الدراسات الجارية لبلورة التعاون المشترك مع مجموعة كوبيلوزيس لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، ترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. الاجتماع شهد عرضا من وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، لا سيما التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035. كما استعرض الدكتور محمد شاكر مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة وتعزيز الجهود في هذا السياق في ضوء القيمة المضافة المتنامية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر.